مفيش أجمل ولا أحلى من إنك تستمتع بلحظات من الهدوء والاستجمام بأروع مكان، وتعيش أوقات تفصل بيها من كل اللي فات. عشان كده لو قررت تسافر بريطانيا في أجازتك الجاية، فإحنا هنرشح لك مكان ساحر تقضي فيه جولة هايلة، الريف الإنجليزي. Wherever you are, whenever you are, the world is yours with Memphis Holidays. الريف الإنجليزي هو مكانك المثالي ومزارك السياحي اللي هتستمتع فيه بأوقات مميزة وسط الهدوء والسكون وبعيد عن دوشة المدينة. فهو المكان اللي بيحمل ثقافة إنجليزية خاصة وبيضم أجمل وأروع القرى اللي هتخليك تستمتع بأجازة ولا أروع من الاستجمام والروقان وسط مساحة هايلة من الخضرة والغابات والمحميات. فجولتك في الريف الإنجليزي مستحيل تمل منها، لأنك هتستمتع بأجمل الأنشطة في أجمل المناطق المبهجة. ومن أشهر الأماكن في الريف الإنجليزي The Cotswold، والمعروفة بمنطقة الصوف، وده لأنها كانت بتشتهر بتجارة الصوف في العصور الوسطى، وهي واحدة من أجمل المناطق اللي هتقدر تزورها في الريف الإنجليزي، وبتقع في مقاطعة أكسفورد شاير بين مدينة أكسفورد وستراتفورد، مع مسافة حوالي 60 ميل من غرب لندن. المنطقة الريفية دي هتضمن لك وقت من المتعة والهدوء ملهوش حدود، فهي مش بس هتدهشك بأصالة معالمها وجمال حقولها وهواها النقي المنعش اللي يرد الروح، ده انت كمان هتقدر تستمتع فيها بزيارة أروع وأشهر المزارات السياحية زي قصر بلانم الشهير، وكمان هتزور الكنائس القديمة وتستمتع بإقامة مريحة في واحد من اختيارك من فنادقها الصغيرة. وأخيرا هتستمتع برؤية أجمل ما فيها من الأكواخ القديمة والمعروفة بلونها العسلي عند بورتون اون ذا واتر. The Lake District، ودي من أكتر المناطق الجاذبة للسياح في الريف الإنجليزي ومن أشهر الأماكن المميزة، وده بسبب معالمها الجغرافية الواضحة من الجبال الشاهقة والبحيرات المائية المتلألئة. منطقة The Lake District أفضل وقت لزيارتها فصل الصيف والربيع، وده بسبب إن الشتاء فيها قارس جدا، فهي بتعتبر منطقة عالية بيصل ارتفاع جبالها لحوالي 600 متر، وهي بتعتبر منطقة كلها نشاط وحيوية، فهتقدر فيها تمارس أنشطة مختلفة زي المشي والتسلق لأعلى الجبال والاستمتاع بأجمل المناظر البانورامية بارتفاع مذهل. دورست، سامرست، ديفن، كورنوال، ودي مناطق ذات طابع ومظهر أصيل من الريف المتعارف عليه، فالمناطق دي بتتمتع بقدر من الجمال والتميز وبتضم مجموعة من البيوت العتيقة المبنية من الحجر والمسقوفة بالقش، وبتنتشر فيها المزارع والهضاب، بالإضافة أنها بتشتهر بتربية الماشية. ومن أهم مميزات المناطق دي أنها بتجمع بين الأماكن العالية والشاطئ اللي بينتشر على طوله أجمل المنتجعات، وكمان فيها هتقدر تزور كورنوال، المكان الموجود على الساحل وبيشتهر بصيد الأسماك والمطاعم البحرية الشهية. ساوث أوف كانت، المنطقة المذهلة المشهورة بمناظرها الطبيعية الساحرة وبيوتها الريفية البسيطة، هي من المناطق اللي بتغمرها أشعة الشمس الذهبية، فبيظهر جمالها من كل جانب. تقدر تتوجه فيها لمزارات سياحية متنوعة من كنائس وكاتدرائيات وقصور بيرجع أصولهم للقرون الوسطى. بكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا. هنستناكم تكتبوا لنا أراءكم في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من منفيس.